شيء تذكر بس ابو سعد هذا هدانا يقول تذكروني اذا رحت هناك بس يا اخي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الصاج هذه طبعا سلامة من تنزع ما شاء الله تبارك الرحمن العام الماضي كنا نفترش في الصاج يدها طويلة هذه ما شاء الله اصفطها جوا ويلا في ثلاث احجام الصغير والوسط والكبير وعلى طول وميزتها شوف حتى لو تبي تشوي عليها ستيك برجر شيء الكبدة شوف ما شاء الله مجرد انك تكتب في جوجل تنزع يطلع لكم المتجر حقكم ما شاء الله بيعلمك شلون تشوي لا يا اخي ما ادري عنها تو قايم من النوم تو قايم واحنا جالسين صرخنا الظبي وزبطنا وقطعنا الكبد وقطعنا كل شيء ونظبط يجي يعلم ما شاء الله ولا كبريت ابو سعد اي والله كبريت ابو سعد كبريت ابو سعد وبعدها يطلع السلامه بس انه عشان ترى عشان رمى الظبي عشان انك رميت الظبي وعشان انك ما خربت التسبت حقك طقطق علي التسبت لا والله اسمع اسمع ابو احمد اهم شيء انه رمى مع رجوله والله حروله والله العظيم ما شاء الله ترى الرمية هذه صعبة ما كل واحد يرميها ما كل احد يجيبها والله ايش رايك؟ الا والله سلمة يمنا ما شاء الله ابو احمد بسم الله هذا شحم هذا الشحم هذا شحم البطن اخذها منه شوي ما نبي نكثر ما نبي دهن واجد والله حسن عزل الصيد السمي يا والله ما شاء الله حطيت شوي زيت ابو احمد عشان لا يحترق الشحم بس شوي بس ابو فيصل وش شفنا تونا قابلنا يقول عطر عطر الدربي يا رجال غدانا معنا خلنا قيل يوم كذبتنا اركضوا منها خلوها ما عليكم منها ما لكم الا الصوت ذا غدا حق ابو جسد لا 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 هذه هذه نقلقه بس نقلقه اي والله حرام تبو رحمان يعني انت تسوي لهم حفل عشان يبيعون في حفل توديع حفل توديع حفل انه بنفارق لا لا ابو الشاهي ما في كلام يا مرحبا والله يا ابو زايد يقول انا ما اعرف مرحبا والله يا طيب الخو تسلم الله يمينك على ذا الرمية يسلم واللي دربله وقاس المسافات عادي 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 اسمع خرق خرق عراجيب علشان اطول عقب الطلقة والله على طول اشوف انا الشرط عليه قلت له الكبدة ما نبي يجيها شيء طيب ابو زايد ابو زايد يعني انت تخصصك الرمي هذا لا ما تشوف
الرمية الثانية وش ذي؟ توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. هو تخصص مسافة 380 وهواء، شوف حطها قدام رقبته وجت في هو تخصص يعني قعدت يمكن كم 70 سنة ما شاء الله. من اللي قالك حطها قدامه؟ اللي يدربل. من هو اللي يدربل؟ أنت ولا يهون اللي يصور، ترى صورت مقطع شباب واللي يصور واللي يعني الفريق كله في لهم دور. ما شاء الله ما شاء الله. تخصص هو الحر ولا متخصص شيء ثاني؟ الفريق متكامل وهذا عمرو جبل حطب. أمك كلمت؟ مبسوط أمك وأبوك مبسوطين؟ الله ينور يا باشا. لا الله ينور يا ريس. هذه متى يوم يوم فقعت راس الظبي، يوم فقعت راس المشكله هو يصور تصوير ما شاء الله ممتاز، ويوم رمى كذا نزل الكاميرا الله ينور يا ريس. يوم رحت انت قلنا له طيب الرجال ذا ما شاء الله رمى رميه ما شاء الله، ليش ما تقول له ريس؟ قال لا هذا ريس هذا خاص. الحين عمر صار يهتم حتى بنفسه وكذا، يقول صاروا يتواصلون معي من مصر. من وين من مصر يتواصلون معي؟ اي طفو الشيخ. ايوه حتى عاوزين غلب بعد. الله متابعين بقى يا معلم سناب شات دلوقتي، والحين طلعوا على الثقافه السعوديه اكيد طبعا ان شاء الله رجعنا نضبط القهوه. الحين ما شاء الله مشهور في مصر، ما شاء الله مشهور امام 150 مليون نسمه الحمد لله. ما شاء الله حب ربنا قبل. يقول نزل صوري في الفيسبوك. اي عنده فيسبوك هذا رقم واحد المصري. اللحمة ما شاء الله رمير رمير نجيب له كل شيء وهو جالس. تقدم ما طول بعمرك. ايش هو؟ لا يديه فيها حنة. اي بسم الله عليك. تقدم طول العمر اخدمك بشيء. ها قرب لك الجمر. لا تبريز لا بريز لا جهه الدهن بس من عرب. لا ابو حزام انا اقول صراحة النار نشيلها نحطها هنا ولا بريق هنا عشان لا نتعب. جيب له بريق. عمر كريك جيب له بريق حطه هنا. لا جيب له بريق حطه هنا. يقول الفرق سعود عليكم حط البريك هنا. الملعقه والكريك. اي هالملعقه صار من الكريك. جيب البريك حطها. الله يستر الله يستر على. شوف احنا لازم نقرب لك شيء نخدمه مره. اخر شيء ناخذ الشبك ونشوي احنا. كذا تمام. يلا خذها انت. يلا جيب بس. كذا تمام يا ريس. فد 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 فد. عيوني عيت تفتح ما ادري ايش من الدخان. لا ترميني انا افتح. لا المفروض احطه بعده صح؟ لا احنا يلا يا نبي اسحب له شوي جمر بالعود يا شوف هذا بالقاط عندي. ايوه اسحب ساتم مثل هو حضنه. عمرو كل بعد كذا انبطها لان موجع تنبرجي. لا بالله ايش عرف عمرو كذا ترى صعب تسبدوا بين رجليه. والله هو يمكن فهم رجليه. اتحداك تكتب انت كذا ما تكتب حتى يعني الكيبورد يقول لك عفوا. والله هل انت متاكد؟ هل تقصد كذا؟ الكيبورد ذا اسحله لو انه صاحي كتبها. المفروض انه يفهم. والله المفروض انه يفهم. حصاه هي نادي نفود سبحان الله. ما هي بحصاه حيد تقول زي ريحه ايش؟ زي ريحه المشاوي يا اخي ابعد عني. لك لا تقول زي ريحه الاشوام صح ولا لا؟ يلا جيب الاشوام ولك 1000 جنيه وش معناتها؟ والله ما أهل مصر بيتابعوك لازم تعرفها. الحين سوالفنا الصبح عند شبة الضوء هناك تعرفها؟ أكثرها ما تعرفها خصوصا سوالف أبو عبد الرحمن صح؟ أيوه. يقول هو شيبه والله طيب بس ما أفهم شيء منه. أدينا جمر يا أدينا في الحتة دي في الزاوية. أنت إيش فيك متسلي يا ولد؟ تقدم قرب الشيخ. ولا خلني أقدم الكريك. هذا ما شاء الله تبارك. اصبر حط ارتع على طول ارتع على طول. لا اللهجه الدويه. ايش تقول؟ ايش تبيني اقول؟ ايوه بلاش ايش تبيني. لا اتحداك هو ما يقدر هو ينطق. يلا لا والله ماني عارف. الرجال راضي من الخارج. صاحي انت. قلت ارنب. وش يقول؟ شوف ترى ماني بالارنب. يعتز في الكلمات يطلع كذا ولا كذا بالعكس. تبادل الثقافات. انت يمكن لو تقول ارنب يزعلك ابو ذياب. صديقنا ايش اقول ارنب؟ انت تقول ارنب. ها وش اقول ارنب؟ لا ما ودي اقول ارنب كذا ارنب. خلك كذا عشان تحس انه كبر من كبر. زين الحين اعطني سكين. لا
عطني سكين زي ما قال ذاك اطعنه. الرجال عنده مهارات يقول طحال الطريقه طبخه. رجعنا ان شاء الله هناك عندي تيس اذبح انا وياك نستعرض الظاهر. كيف زينه؟ ايوه الظاهر انه بيشتغل بدل سراج. سمنه وكله على طول. كل يا مدير. وطعم كيف؟ 100 100. بس الطحال هو لي ولا لك؟ تغير ما كافي ولا انت قاسمه؟ لا بعدين يقول كل حمام تبقى تمام طيب. وكل كوارع واضرب الشارع. عشان تمشي واجد سلاوي. بعدين بحط التبت. كده تمام لما تبدي. والله بسم الله. تسلم يا ريس. زين ترى الاول هنا احترق ترى بدي تناقض ذهن. والله الشبك ذا الله جزاكم خير يده طويلة. شربت هذا من تنزة بعد. أنا أشوي هنا. أنا أشوي تخيل وجات على الفرشة أشرب كان. لا تصفط إيده صدق والله. بعد. إيه اليدين تصفط جوا هذا ميزة. تاوى والشب كلها من تنزة. بس تنزة. أنا بتالي بنزلكم. لا وشوف هذا الحافظة ذي. هذه والله هذه. ما شاء الله هذا حافظ للزيت شوف ينكب وما شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الله. الاول وانت متشيقي طايحين على تبدك. شوف والله العظيم الحين مراد بيض الله وجهه قدم الكريك وزان الشغل. ورني روح ارفع. بالله يا ما شاء الله بالله ما يعنبك ضميري وانت قاعد تشوي هالصغينون ذا. والله خلاص والله شوف هذا انعام ناكلها ونشكر. الضمير منزوع منه هنا. عنده شوف عينه جنبك. حرام عليك. ولا اسمع صدق الحين لما جاك بزين صغير وش حليله وحبيته قلت والله انا ودي اكلك تصدقها تنطبق على المثل ذا. والله ودك تزبط هذا. والله ودي ازبطه حي بجلده والله حبه اليوم. اي والله حبيته والله في مقطع موجود له. بس التبدي ترى استوى ترى نص استوى طعم يسوى. انا خشمي جاهز. يلا يلا تعال تعال حليل ذا الصغير. تعالوا شوف قريناته شو. تعالوا تسلوا يلا يا شباب. قرب ورني ارفع الشيء خليني اشوف زايد. لا شوف 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 ما شاء الله. يلا يا شباب استوى بس ترى شوي زايد ما يصلح. يلا بعدين انا ما اقدر اكل. شوف اسمع انا ما اقدر اكل. انت ودون راسه ورا الشجره هناك بالله. الله الله النبري ضميري. اسكت يا لسالي. اي والله اسكت يا لسالي. اي والله خاصه انتم يا الاثنين والله انها مصيبه. الله لا يحطني قدامكم. لا قصدك انا وياك اذا رحنا بالحالنا في الشاصة. انا وانت الحالنا ما يصلح. ليه؟ والله ما يصلح. وسوينا والله. هو اصلا يعي يقول ما تروحون لحالكم. ليه ما تخلينا نروح لحالكم؟ لان خلاص الصيد سبحان الله يعني الواحد يشكر الله خلاص صاد واحد يعني نظام المحميات جميل. وقف وكل وش واستانس ما بيعي يعني واحد اثنين ثلاثة. عجل عجل جذب يا اخي. نعمة عندك هنا خلنا نقلقله هناك.